السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنشوف صيانة القطعة او الوصلة المرنة بتاعة الماني كرافت. شوفوا كده معايا، المفروض ان انا السلك او السوستة دي لما تتحرك واضح ان هي سايبة اهي ان الجزء ده يلف ويشتغل معايا. فشايفين كده مفيش اي حركة خالص. هنبدأ بس نفك المسامير دي. بسحب طبعا السوستة دي، هي القافلة على الجزء ده كده. شايفين هنا معايا الدنيا مفكوكة خالص، السوستة دي المفروض تقفل شوية. هنا بقى شايفين هنا الأكس اللي ماسك اللي هو المفروض يلف ده، السوستة أصلا مش واصلاله، علشان كده مفيش حركة، مفيش نقل للحركة. شايفين في سوستة هنا اهي، هنحاول بقى نمدها. اكبر لكم الصورة شوية، هنا يبقى دي عايزة تدخل شوية اهو في الجسم ده. هنحاول بقى، في سوستة تانية جوه اهي، احنا عايزين نوصل ده كده. دي بتبقى في ده ماسك هنا، تمام. عايزين ده يدخل كويس هنا، جزء السوستة ده يدخل كويس جوه. ده اكتر حاجة كده، عشان لما ندوس على الزرار اللي في الجنب اللي هنا ده يقفش معايا ويمسك معايا الجزء ده. فانا خلاص دخلت هنا، ارجع بقى الحاجة دي مكانها. البكرة دي طبعا عشان تسند، عشان ما يحصلش احتكاك في نقل الحركة، تمام. احنا هنحطها بس الاول كده. خلاص فهمنا الفكرة، وهركب عادي. هندخل بقى ده، نحاول نوصله لأقصى درجة كده. خلاص الاكس وصل معايا للاخر كده، اخر جزئية هنا. هركب الزرار بتاعنا. هعيد بقى التجميع غير القطعة بتاعتي زي ما كانت. ونقفل هنا السوستة دي كده.
نجرب بقى. نفك الجزء ده. وهنركب هنا عادي هنا ده. هشيل دي وهركب اللي هي المعدن. زي ما احنا شايفين القطعة بتاعتنا بدأت تشتغل معانا اهي. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان هو يكون مفيد بالنسبة لكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. مع السلامة.